وأخيرا تاج محل، وهو مسجد وضريح يعد من أجمل عجائب الدنيا السبع القديمة. يتميز من جهة التصميم والزخارف والمواد المستعملة من المرمر الأبيض. بناها الإمبراطور المغولي شاه جاهان كتكريم لذكرى زوجته ممتاز محل اللي دفنت فيه في مدينة أكرا في شمال الهند. وشاه جاهان كان حريص على استخدام أعلى المهارات المتوفرة في عصره لبناء هذا الصرح العظيم، وجاب له أعظم الفنانين والنحاتين والمصممين من أنحاء العالم. ووصفت اليونسكو تاج محل بأن درة الفن الإسلامي في الهند ومن أجمل نماذج التراث العالمي الفني، واللي يتفق الكل على روعته. ويعتبر تاج محل من أروع الأمثلة على تطور الفن المعماري عند المغول، بحيث يجمع في تناغم جميل بين العمارة الإسلامية والهندية، حيث الروعة والزخرفة والتصميم الهندسي اللي جعلتها أحد أجمل العناصر الأثرية في العالم. اللي حابين نركز عليه أنه المبنى ككل منعكس على الماء، وهذه الميزة تعطي المعلم حجم أكبر مما هو عليه. فيها دقة رائعة في مقاسات المبنى، في أحجام الأبراج الجانبية للأقواس، كذلك للقبة، وكلها متوازنة مع بعض. نلاحظ هنا أيضاً أن تم تطوير شكل القبة من خلال التبني والتكييف ليظهر نمط جديد من القباب، فأصبحت القباب في شبه القارة الهندية بقاعدة أضيق والارتفاع أكبر مع انحناء جانبي، فيعطي للقبة شكل مميز وضخم، بالإضافة إلى الشموخ الناتج من ظاهرة الانعكاس على سطح الماء. هذا الإبداع الرائع يأخذنا إلى منزل الرفاعي التاريخي، أحد المعالم البارزة في جزيرة فرسان، اللي يجسد صورة حقيقية للبيت الفرساني بمنطقة جازان، ويرمز لبيئتها التراثية والحضارية الراسخة في صفحات التاريخ، ويعد تحفة معمارية في وسط جزيرة فرسان. واستلهم صاحب المنزل فكرته من رحلاته المتعددة لبلاد الهند لبيع اللؤلؤ الفرساني، وتأثر بحضارة وأنماط البناء في الهند. المنزل تميز بجمال تصميمه ونقوشه اللي تعد تحفة حقيقية في مجال الفن المعماري القديم، حيث يعكس الثراء بفرسان أيام ازدهار تجارة اللؤلؤ. ويتميز المنزل المبني من الحجر بارتفاعه اللي يوصل إلى 7 أمتار، وغطيت جدرانه من الخارج بزخارف جبصية هندسية رائعة وعقود زخرفية غائرة كتبت على واجهتها آيات قرآنية وأدعية، اللي يعكس التنوع الثقافي والحضاري لتاريخ المنطقة. حاولنا في رحلة اليوم أننا ناخذ ملامح من حضارة العالم الإسلامي الفريدة، ونشوف كيف تاريخنا عريق ومنسجم مع حضارات العالم الأخرى لنفتخر فيه، وأن الفنون الهندسية والإسلامية بجمالها وأصالتها كانت المملكة العربية السعودية جزء منها أيضاً على أرض مملكتنا، أن بلادنا كانت شاهدة على الحضارات المتعاقبة على الجزيرة العربية ومرتبطة بها ثقافياً وحضارياً.